سادة الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد دائما بخدمتكم ولقائكم عبر قناة البلاد في غرفة الأخبار أو في البلاد اليوم وغيرها من البرامج. اليوم حين نعود نوليو كذلك إلى المدرسة الجزائرية، المنظومة التربوية، التلميذ الجزائري، مشروع رجل الدولة والإطار في الجزائر. حين نتكلم على الكلام هذا بمناسبة إعلان وزير التربية لجملة من الإصلاحات التي يعد بها مع الدخول المدرسي المقبل، ومن بينها قضية يعني ثقل المحفظة المدرسية. نحن لن نركز على هذه المسألة هذه تاع المحفظة ولو كانت يعني عنصر من عناصر النقاش، ولكن سنحاول أن نتساءل على قضية الإصلاحات. أي منهج تربوي، أي منظومة تربوية، لأي مدرسة نريد؟ كل هذا سنناقشه رفقة الأستاذ صادق زيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. لما نقول نحن نناقش يعني لا نصدر أحكاما ولا قرارات ولا ندعي أننا نمتلك الحقيقة، يعني حتى المشاهد الكريم بإمكانه أن يشارك معنا من خلال التصويب أو من خلال الموافقة أو النقد أو غيره. إذن أستاذ صادق زيري مرحبا بك وعلى قناة البلاد، وسعيد بلقائك ربما لأول مرة وجها لوجه. وجها لوجه، صح، مرحبا بك أستاذ. الله يبارك فيك، أنا سعيد أيضا بلقائك في هذه الصبيحة. تحية لك أخي محمد وللمشاهدين الكرام عبر قناة البلاد، وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك. إذن نبدأ مباشرة. سوف لن أطرح عنك سؤال اللي طرحته، أي مدرسة وأي منظومة نريد، أو أي مناهج أو برامج لأي مدرسة نريد، موش هذا هو السؤال. صح. السؤال هذا يأتي من بعد، ولكن نحبذ أنه نسأل، مدام الوزير يعد بإصلاحات في البرامج والمناهج وغيره مع الدخول المدرسي المقبل، السؤال الذي يطرح، هل فيه تقييم شامل وكامل حول الموجود للبحث بعد ذلك على المفقود؟ يعني صحيح. والله بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الإصلاحات، هو موضوع كبير جدا، وفي نفس الوقت تقويم المنظومة التربوية يأتي بعد التقييم مثل ما تفضلت، لكن للأسف أنه كل وزير يأتي إلا ويبدأ من جديد ويطرح تساؤلات ويطرح مشروع للإصلاح. طيب، وهذا الوزير الذي يأتي من جديد يلعن الذي سبقه بين مزدوجتين؟ نعم، يعني كلما جاءت أمة لعنت أختها، هذا عادة في الغالب تجد هذا الشعر هذا، لكن ضمنيا، يعني ضمنيا، لما نقول ضمنيا ممكن يحذف كثيرا من الإصلاحات، يعني يغير كثيرا من المهام إلى آخره من هذه الأشياء، لكن الأصل أنه المناهج التربوية والأبعاد الكبرى للمدرسة المفروض تبقى ثابتة ولا تتغير بتغير الوزراء. ونحن كنقابة مسؤولة اقترحنا في الدستور هذا الحالي اللي تم تغييره في 2020، اقترحنا أن يكون المجلس الأعلى للتربية بدل المجلس الوطني للتربية الحالي الذي هو تابع لوزارة التربية. قلنا يجب أن يكون، وقدمنا اقتراح مكتوب في هذا، أن يكون تابع كمؤسسة استشارية لرئاسة الجمهورية حتى نحرر السياسة العامة للتربية من سياسات الوزراء. يعني هذا مفهومنا على كل حال. ربما أستاذ صادق زيري، لما قلت من سياسة، من حتى نحرر المدرسة والمنظومة التربوية من السياسات المختلفة للوزراء، هنا نزيد نسألك، هل تقصد أدلجة وزراء التربية المتعاقبين حتى نتفادى، أو اللاحقين نتفادى أدلجة صبغة المنظومة التربوية بأديولوجية الوزير الذي يكون في المنصب؟ بالفعل، يعني هذا شيء مطروح منذ استقلال الجزائر، ونحن في طرحنا نعي جيدا، نقصد هذا بالذات، نريد أن تكون هذه ثوابت، مثل الحمد لله اليوم نص عليه الدستور بنص واضح، القانون التوجيهي أيضا واضح في هذا الأمر، لكن الممارسات لما يتعاقب الوزراء، لما يأتي يريد من خلال انتمائه، من خلال فكره، من خلال ايديولوجيته، ان يطبق ذلك على المدرسة. وللأسف يعني الذين أثروا
في المدرسة الجزائرية وخلوها يعني حبيسة هذه الصراعات. دائما هما هي الإيديولوجية اللي تكون عكس إيديولوجية الشعب الجزائري، لأنه أي مدرسة في العالم، في العالم كامل أي مدرسة عندها شحنة إيديولوجية. شحنة اللي ما عندوش شحنة معناه يقدم. أنت تكلمت في البداية قلت أنه المدرسة تعمل لبناء جيل، تعمل لأنها تنشئ إنسان وتعطي له مقومات باش يكون عنصر إيجابي في الحياة وفي المجتمع وفي الإنسانية جمعاء. وبالتالي الإنسان المدرسة يكذب من يقول أن المدرسة يجب أن تخلو من الجانب الإيديولوجي. الشحنة الإيديولوجية بالعكس هي الحامي الأساسي كما قال أحد المفكرين لأي مدرسة. المدرسة بشحنتها الإيديولوجية يعني الصبغة اللي تكلمت عليها أنت التي يعني تعطى لجيل بعد جيل ليثبت إطار ثوابته جذوره المجتمع الأساسيات. هذا لا يعني أنه مثل ما يقول بعض الأفكار يعني اللي جات عن طريق أفكار كبيرة أنه ربما هذا نوع من الرجعية، هذا نوع من الذهاب بعيدا بالمدرسة الجزائرية أو شيء من هذا القبيل. هذا لا، إنما من جهة أخرى كاين تأثيرات عالمية، تأثيرات عالمية على أي المدارس اليوم، لأنه أي المدارس العالمية اليوم والمنظومات التربوية بالأحرى هي تحت ضوء الدول الكبرى ويدرسون جيدا المناهج التربوية ويتناقشون مع المسؤولين لهذه الدول وفيه في إطار النقاش أنه خاصة لما ظهر ما يسمى بالإرهاب وظهر ما يسمى بالأفكار التي تشتت المجتمعات إلى آخره، بدأت يعني تمحيص البرامج وإعطاء بعض التهم، ومن بينها هي مدارس الوطنية هذه التي شحنتها الحقيقية هي في أصلها هي جذور الأمة، هو الإسلام، هي اللغة العربية، هي هذه الشحنة هذه والله الأصل نتاعو اللي في المجتمع كما المجتمع الجزائري الأمازيغي. وبالتالي يخليك أنه قال تغير من المناهج لأنه هذه الأفكار قد توصلنا إلى كذا وكذا، فبدأت التغيرات وما سمي بالإصلاحات حسب ضغوطات دولية أيضا، لأنه هذا لازم نعيه جيدا. طيب أستاذ، قضية الضغوطات الدولية معذرة، الآن لازم مشاهدي يفهم أن الضغوطات الدولية ما كاش في الآن دولة في العالم أو منظمة في العالم تفرض عليك قسرا وقهرا تطبق إصلاح معين، يعني تقدر دير تحفظات طبعا. لا هي سامحني في قضية المرأة مثلا وحقوق المرأة وكذا، الجزائر مشات في هذه المسائل هذه، مشات يعني مشات خطوات كبيرة جدا، ولكن كان واحد المسائل قالوا لهم يا ناس حشموا على عرضكم، احنا خاطئين هذا الشيء، هذا احنا لا يوافقنا هذا الشيء. انا السؤال الذي يطرح في هذه المسألة أستاذ هو الآن نعيش عالم متعولم يعني صحيح. متشابك مترابط، وكأنه الآن العالم أصبح شاشة كبيرة، كل واحد فينا يعني شاشة مفتوحة على السماء، كل واحد فينا يشوف الآخر في أمريكا، في فرنسا، في أي مكان آخر. طيب، ولكن هناك كذلك موجة أخرى، هؤلاء الذين يسوقون للعولمة والتحرر ورفع الحواجز والجمركية والحضارية وغيرها، نشاهدهم أنهم لا يرفعونها عندهم، يعني يحافظون عليها. هناك مساعي للعودة إلى الجذور. لماذا عندنا في الجزائر العكس؟ يعني هذه نستطيع أن نقول ربما هذه ترجع لمبدأ سياسة الأقوى. لما يكون هو في مكان في وضع يسمح له باش يضغط، لأنه الضغط ليس فقط بإعطاء الأوامر. لما يمارس عليك نوع من الحصار أو يشوش عليك دبلوماسيا أو يتهمك باتهامات معينة وأنت تدري أنك ضعيف اقتصاديا، تحتاج إلى تواصل مع هذه الدول، ضعيف في شيء أمور كثيرة، لازلت تبني في نفسك. يعني أنت مثلا تفوضوا على القرط هو يجبد لك المدرسة يعني. بالضبط، هذا من بين الأمور. أنت تتكلم له على كسب التكنولوجيا
وكيفاش ندير معك شراكة باش أنا نطور المدرسة ونقدر نلحق أنه ندير تكنولوجيا علمية تأهلني به نولي دولة اقتصادية نعول نفسي. هو يقول لك لا هذا الأمر هذا يحتاج إلى كذا وكذا. بصح أنت قل لي واش درت لي في مسألة اللغة، واش درت لي في مسألة كذا، وهي نديروا تبادل ثقافي في كذا ويركز منطق القوة بالضبط. ولكن هنا الدول اللي كما قلت ذهبت بعيدا بمدارسها حاولت أنها تحافظ على الكينونة نتاعها في البرامج نتاعها وتنفتح عالميا، وإحنا نريد المدرسة الجزائرية أن تكون كذلك، أن تكون كذلك، لأن الانفتاح على المدارس الناجحة مهم، الانفتاح على كسب العلوم والتكنولوجيا مهم، الحفاظ أيضا على الشخصية الوطنية والثوابت هذا يعد من أولويات بل هو الحصن الحصين للأمة للأمة الجزائرية، وهذا يكون في المدرسة ما يكونش في حاجة أخرى. وهل أستاذ في تقديرك المدرسة فاقدة للهوية للطعم للون للرائحة للملمح تاع المدرسة ما عندهاش ملمح، هل هذه يقدر تكون ناجحة؟ يعني نقصد علميا بين مزدوجات، لأنه حتى علميا هذه راهي فيها نقاش، هل يمكن أن نديروا مدرسة ناجحة علميا ما عندهاش ملمح ما عندهاش ممكن 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 تحقق بعض الأهداف في الجانب العلمي التكنولوجي عند الناس اللي ممكن ما يعطيوش أهمية لهذه الأمور هذه ويمشي في طريق العلم ويكسب وممكن يحقق أشياء، لكن لا تستطيع أن تبني مدرسة تحفظ ثوابت الأمة، ما تحصنش نفسك المدرسة اللي ما تكونش حصن حصين، أنه يكفي أنه الجزائر تعرضت إلى الاستدمار الفرنسي 130 سنة، لكن لما تعرضت إلى انسلاخات كثيرة في شتى المجالات ثقافيا، يعني فيه تشريد فيه تقتيل فيه كل شيء، لكن في نهاية الأمر العلماء نتاعنا ولا المفكرين ولا المجاهدين ولا الناس اللي حوسوا يحروا البلد قالوا كلمات قيمة فيه وهي متعددة، منهم من قال الجزائر لن تستطيع فرنسا وإن أرادت مثلا، لأنه معناها عندها هوية يعني. نعم لن تستطيع، لأنه كل شعب رغم أنه مدة طويلة اليوم نرى الشعب الفلسطيني رغم التهويد رغم الحصار رغم التشريد إلا أنه رغم أنه عولوا على إفساد شباب على الأقل في ضواحي القدس مثلا ومدة طويلة حوالي 50 سنة لحقول 70 سنة اليوم 70 سنة وهم يفسدون في الأرض في هذا الجانب، لكن في النهاية الانتفاضة الأخيرة سيف الأقصى حركت الشعب الفلسطيني في الداخل، أين كانوا مرتاحين من الداخل الشباب يعني من الجيل الحالي لم ينسى هويته لم ينسى أمته لم ينسى جذوره، وهذا ما جاش من فراغ، جاء من تربية جاء من مدرسة، وهذه هي المدارس الناجحة في هذا الجانب. أما هذا لا يعني أننا لا نريد أن نذهب في إطار الإصلاحات، ومن ثم نعود إلى سؤالك في البداية المتعلق بأنه الوزير الحالي يريد إصلاحات للتربية. الإصلاحات الحالية التي رفعها السيد وزير التربية الحالي نقوله بوضوح ليست واضحة بالنسبة لنا كما يجب، ربما هي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، لكن الإصلاحات الحقيقية يجب أن تعود إلى أهل الاختصاص إلى أصحاب الدار. الإصلاحات نحن مثلا في عهد بابا أحمد الوزير الأسبق درنا ندوات ولائية ودرنا ندوات جهوية، ومن بعد في عهد بن غبريت كيجات كملنا بتقييم ما يسمى بتقييم الإصلاحات في التعليم الإلزامي، بس ما كملناش حق يعني قيمنا مسيرة 16 سنة تدريس تبوزيت لنهضر على المدرسة هي 16 سنة يعني كتدريس التعليم الإلزامي اللي هو المدرسة الابتدائية والمتوسط يومها لما كان تقييم هذه المرحلة، ووقفنا على أزيد من 400 ملاحظة إلى الآن ما كانش عودة كما تكلمت على التقييم إلى هذه الملاحظات باش نبني نصحح نبني عليها ونصحح، هذا ما تمش فيه. هذا في عهد بابا أحمد. في عهد بن غبريت كان الكلام بدينا في الندوات اللي ما يسمى بإصلاح التعليم الثانوي، ووصلنا إلى الندوات الجهوية، بعد ما وصلنا باش نديروا ندوة وطنية تحولت إلى ندوة للهوية
إلى المدرسة وكيف ندرس بالعامية، ودخلنا في متاهات كبيرة في سنة 2015. من الذي أثر المسألة هذه تاع قضية العامية ما العامية؟ هما الحقيقة أصحاب الأفكار هذه اللي جات في إطار الندوات، ورادوا من خلال ندوة المنظومة التربوية يومها أن يسوقوا لها. لكن أستاذنا الذي يعني وصلت الحيط يعني ما مشى منها ولا. ولكن أنا اللي دوخني أستاذة هاد الناس هذو اللي يقولوا معذره، يعني العباره هذه مناسبه باش نسمعوا منك وباش المشاهد الكريم يسمع. الناس اللي كانوا يتهموا بانه المدرسه الجزائريه فاشله، المدرسه الجزائريه انشات الارهاب، المدرسه الجزائريه يعني ارموها بكل العيوب، رغم انه عمرنا ما سمعنا في ايطاليا مثلا واحد ايطالي ناض قال بانه المدرسه الايطاليه التي اخرجت المافيا. سمعناش هذا الكلام، لكن في الجزائر سمعناه للغرب. وصلوا سموها المنكوبة. المنكوبة نعم، في عهد الوزير علي بن محمد ذكر الله نعم بخير سموها نعم بالمنكوبة. نعم، ولكن هذا الناس هذو اللي سموها بالمنكوبة وما الذين يدعون اليوم إلى التعليم بالعامية والدارجة هذه إشكالية. كيف تفسر هذا؟ يعني هي إشكالية ذاتية بالدرجة الأولى في هؤلاء، وهم قلة في الحقيقة، لأنه لو تدير استفتاء في هذه الأمور في إطار الإصلاحات، يوم أن بدأنا في تطبيق تعلم الإنجليزية وعطينا الحرية للأولياء للاختيار تغلبت يعني بدأت تصعد اللغة الإنجليزية في الأوساط التربوية، يعني بالنسبة لترتيبها في اللغات. نعم، وهذا منطقي وخليناها للأولياء، يعني هذا في بداية التسعينات. وثم نفس الأشخاص هذو نفس الأفكار هذه هم اللي أجهضوا مثل هذه المشاريع. نعم، هذو عندهم ربما نستطيع أن نقول مرض نفسي، اللي هو كما قال مالك بن نبي أنه يعني قلد الغالب، انه منبهر بالمدنيه الغربيه، باش ما نقولش حضاره غربيه، لانه الحضاره الحقيقيه هي اللي ترفع الانسان. نعم، تخلي له مقومات وترفع قيمه الانسان كانسان. لكن المدنيه قادر تكون مفلسه وتنجح في جانب، لكن في جانب الروح وفي جانب السلوكات وفي جانب الاخلاق يمكن انها تخفق نظرا للجذور نتاعها. هؤلاء هم نفسهم بنفس الشيء هذا، لكن لو كان يفتح نقاش حقيقي هذا النوع من العداء اللي انت تنصبه من هذا الشكل، انت تنصب العداء للغة العربية، تنصب العداء للإسلام، تنصب مثل الأمور هذه. وإحنا الحمد لله فصل المجتمع الجزائري بالاستفتاءات المتعددة آخرها 2020 بالدستور. اليوم خلاص ما عادش نتكلموا هذا الكلام هذا. اليوم ما على الوزراء المتعاقبون، سواء على وزارة الثقافة أو وزارة التربية أو وزارة كل الوزارات اللي نسميها إحنا ذات سيادة في بالنسبة لتكوين الأجيال، يعني جيل بعد جيل، يجب أن تراعي هذه الأشياء حتى في تنشئتنا لأبنائنا، وهذا واجبنا أن ندافع عليه، أن المدرسة هي نتاج للمجتمع وفي نفس الوقت هي ملك لكل المجتمع. نعم، ما تجيش كما تكلم ذات يوم أحد مفكر نتاعنا اللي هو علي بن محمد، لما تكلم قال أنه فيها أقلية متحكمة غالبة أسحقت الأغلبية بهذه الأفكار. لا، الحمد لله اليوم أنه الشعب الجزائري قال كلمته، وماذا بينا هذا نحبسه هنا في الأمر هذا ونلتفت إلى إصلاحات حقيقية في التربية، وهذا الذي نريده من هذا الوزير الحالي، وأنه تكون جرأة لفتح نقاش مع الأساتذة مع بندوات، لأنه تكلمنا إحنا معاه قال راح تكون هناك ندوات محلية ونناقش هذه الأمور هذه، فيه إصلاح ما يتعلق بإدخال اللغة الإنجليزية في الابتدائي. نعم، وهذا إلى حد الآن نحتاج مبادرات حقيقية كيفاش راح تكون مدته، لم نشرك أيضا في هذا ولم ما فيهش حديث، لكن فيه جرأة، فيه كلام سمعناه من الوزير، ربما حتى إشارات ربما من السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ونحن نشد على أيديهم في هذا الأمر. نعم، هذا نديروا أستاذي هذه نقطة. نعم، في الإصلاحات ثم نعود نوليو باش نعطيك الوقت الكافي للحديث على أهم الإصلاحات. يعني من أين نبدأ؟ سؤال الذي يطرح من أين نبدأ، يعني لأنه اليوم هناك اللي يقول بأنه التدريس مثلا في المناهج بالكفاءات والمقاربات هذه فيها نظر. إذا نسمع منك بعد الفاصل المشاهد كان فاصل قصير ثم نواصل النقاش في فضل معنا فضلا وليس أمرا.
إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. نحن نتحدث عن المدرسة الجزائرية، يعني لما نقول المدرسة الجزائرية نتكلم على سونا تراك لا تنضب، لا تنضب. مستقبلنا هو هنا في عقول أبنائنا وأجيالنا. الآن العالم لا يعترف بأمة لا تقرع ولا لا تكتسب مهارات ولا تكتسب علم. اليوم العالم أراه فيه العرض قليل جدا مقارنة بالطالب. الطالب هذا حتى يعني نستطيع أن نغطيه لابد من التعويل على المدرسة الجزائرية. يعني مستقبلنا مرهون، رقابنا مرهونة بالمدرسة الجزائرية. إذن نناقشوا في قضية الإصلاحات وكيف من أين نبدأ هذه الإصلاحات، وذلك بمناسبة إعلان وزير التربية عن ذلك. ضيفي الكريم اليوم الأستاذ صادق زيري، رئيس الاتحاد الوطني للعمال التربية والتكوين. أستاذ صادق، كنت تتحدث قبل الفاصل، قلت لك من أي أو سألتك من أين نبدأ يعني في تقديرك؟ يعني الإصلاحات دائما تبدأ من 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 القاعدة. لما نتكلم على القاعدة نتكلم على التعليم القاعدي اللي هو الرسمي هو الابتدائي. لما نجيو للابتدائي اليوم، رغم نتكلموا الآن منذ سنة 2002 أو 2003 عن ثقل المحفظة. نعم. ثقل المحفظة هي كتب، هي تلك الأنشطة التي دونت يعني مضامينها في كتيبات أو في كراريس أثقلت كاهل التلاميذ. نعم. هذا من حيث الجنب الشكلي، يعني سواء بالنسبة لتأثيره على العقل وأيضا حتى على جسم أطفالنا، يعني أجسامهم. هذا ثقل المحفظة. لما نتكلم على الإصلاح يبدأ من الابتدائي، بمعنى أول شيء نشوف ماذا نريد في الابتدائي، نحدد الأهداف الكبرى. منذ مدة طويلة يعني بداية المدرسة الجزائرية، خاصة لما ترسمت كما يجب في العمرية انت 76، حددت أهداف. قال في المرحلة الابتدائية نخرج تلميذ يكتب مليح، يكتب ويقرأ ويحسب. هدف باينة واضحة، ونحن في نهاية الأمر المنظومة التعليمية والتربوية تعد إنسان ليكون متفاعلا إيجابيا في مجتمعه. نعم. يستطيع أن يتفاعل مع المشكلات الحياتية. يعني بعبارة أخرى، حتى إذا لم ينجح في التعليم الأكاديمي يصل إلى درجة دكتوراه أو طبيب أو شيء من القبيل، يكون مزارع ناجح في حياته ويعرف كيف يسيرها، يكون ميكانيكي ناجح. نعم. يكون نجارا ناجحا، يكون مواطنا ناجحا في كلش. وهذه أستاذ تبدأ من مرحلة الابتدائي. طبعا هي الأسرة قبل الابتدائي كان المدرسة وتوجيهها كمدرسة أولية. في الابتدائي أننا نخفف المناهج التربوية على أبنائنا. الإصلاح يبدأ منها. أستاذ سامحني، في قضية تخفيف المناهج التربوية على أبنائنا اليوم هناك واحد المشكلة أستاذ، المشكلة في المدرسة ككل. سواء أنا كنت نظن بأنه غير في الثانوي ولا في المتوسط بدرجة أقل، ولكن اكتشفت أنه حتى في الابتدائي يعني من خلال إشكالية كبيرة فعلا. قضية صفحات الفيسبوك اللي شفت أنا مثلا مواضيع امتحانات غريبة جدا، يعني مستوى عالي تفوق مستوى، لأنه مضمون الكتب ومضمون التعلمات اللي موجودة في كثير من الأحيان تفوق قدرات الأطفال. والأولياء لقوا إشكالية في متابعة أبنائهم. يعني هذا من بينها. يعني السؤال أستاذ اللي حبيت نطرحه هو أنه اليوم هناك ربما لا يعبر عنها هكذا، ولكن هذا هو الواقع، وهو أنه اليوم أصبحت المدرسة لم تعد ماتعة وممتعة أستاذ، معناه ولات كورفي، يعني خلينا نقول أعمال شاقة. لماذا؟ علاش؟ أحسنت التعبير. يعني هي المدرسة حتى تكون جذابة ويذهب إليها التلميذ وهو مرتاح. نعم. وهو راغب. نعم. غير مكره. يجب أن تكون المدرسة جذابة. الجاذبية هذه أولا نخفف في المناهج، يعني ما نعطيهولوش ثقل. كاين بعض المدارس في العالم طورت من نفسها وطبقت بعض الأشياء اللي هي من صميم ديننا إحنا كمسلمين. نعم. علموا أطفالكم وهم يلعبون. نعم.
الطفل لم يشبع لعب. الناس في النفس التربوي وفي سيكولوجية الأطفال يقول لك الطفل ما زال يحتاج لعب إلى سن 12 سنة على الأقل. نعم. على الأقل. وإحنا نجيبه ونحطه. هذه بالك نظرية قديمة شوية. شوية. ما زال يحب يقرأ هو يلعب ربما احتل ثانوي ويحتل الباك يعني. ما ليش ذلك لأنه تغيرت الأمور، لكن عموما تبقى دائما صالحة هذه النظرية. ما زالت صالحة. قلت أنه هذا الطفل هذا اللي ما زال يحتاج إلى اللعب. نعم. إذا ما طورناش المدرسة بالشكل اللي نخليه التلميذ يتفاعل هذا الأمور هذه يديرها وهو مرتاح وهو تجذب لها هنا تعلمه هو مرتاح يلعب ما يحش بأنه سجين في مدرسة. إحنا كاين عندنا ما يسمى بالأنشطة الصفية غائبة في المدرسة. اليوم الحمد لله أنه هذا العام فيه تفكير. فيه تفكير الأنشطة اللاصفية لما تندارج في مستوى القسم. نعم. يعني ما تكونش بين جدران. مثلا يكون نشاط رياضي. نعم. يكون نشاط ترفيهي. يكون نشاط هكذا تعلم مثلا مثل ما كنا نتعلم في السابق مجموعة صوتية نتاع النشيد الوطنية أو نوع من المسرح يتعلم به يتعلم المحادثة موسيقى رسم غيرها من الأمور اللي يديرها النادي العلمي أنه يتعلم كيفاش يزرع نبتة كيفاش يتابعها كيفاش تطور. نعم. إلى النادي الأخضر في المدرسة نتاعو. هذه الأنشطة الصفية غائبة إلا نادرا قليل وين تلقى مدرسة وهذا طبعا لما بين الطاقم التربوي بيناتهم يتفقوا يديروا بعض الأمور لأن تلقى هذه المدرسة حية في هذا الجانب ربما بمبادرات فردية. مبادرات فردية لكن نحن نريد أنه تكون من ضمن البرامج نتاعنا من ضمن المناهج نتاعنا أنه التلميذ تكون عنده هذا يعني عنده قابلية وعنده توجه للحفاظ على البيئة للحفاظ لما يمشي في الشارع ويشوف قارورة يقدر يرفعها يحطها في مكانها. نعم. تاع ما فارغة يقدر يحطها في مكانها تسأله الصحيح. لماذا يقول لك يا ودي لأنه الأستاذة أو الأستاذ أو المعلم أو المعلمة علمتني وقالت لي بأنه هذه كذا 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 هذا التطبيق بسيطة جدا هذه في إطار السلوكيات. نعم. اليومية في المدرسة لما نخفف البرنامج هذا ونخلي المدرسة جذابة في هذا الجانب هذا لازم ندخل عليها هذه الإصلاحات. اليوم كاين تفكير أنه ممكن يكون أستاذ للرياضة البدنية. كي نقول الرياضة البدنية ليست بالمفهوم تاع أستاذ تاع المتوسط أو الثانوي لكن للترفيه على التلاميذ وبعض الأنشطة وحتى بعض التلاميذ النوابغ في بعض الاختصاصات الرياضية وغيرها يمكن يبرز في نهاية مرحلة الابتدائي ويتوجه من خلال الرياضة المدرسية من خلال هذا المجموعة المدرسية يوصل يولي ممكن من أبطال الجزائر ولماذا في شتى المجالات لأنه أستاذ ربما المشاهد يعني نبهوه أنه الملمح البروفيل صح تاع الطفل يبدأ يظهر في الابتدائي في نهاية كل سيكل في نهاية. نعم. كل مرحلة من التعليم يجب أن تظهر ملامح اللي هو هذا الملمح اللي أهله باش ينتقل إلى القسم الأعلى حتى على مود من القسم إلى قسم والله في نهاية طور إلى طور الملمح هذا يجب أن يكون إحنا وهذا ما يسمى في نهاية يسمى بالتقويم التربوي. نعم. معناها تقييم وهذا العلامات سامحني باش وهذا ما خدش حقه أيضا. نعم. في منظومتنا التربوية الأولياء أم يتبعوا فينا الآن طفل الملمح تاعه معنى البروفيل تاعه هو أمور خليني نقول أدبية وإنسانية وكذا ما لازمش هل يعني في تقديرك ينجح لو كان سيف عليه يروح الجوانب الدقيقة رياضيات وغيره على هوى الأولياء هذا تكلم عليه السيد الوزير الحالي في المنشور الأخير ما يسمى بالتوجيه المدرسي كيفاش نوجه أبنائنا في التوجيه المدرسي وهذا في منشور جديد يعني نزل جديدا ودار بعض الروتوشات على المنشور السابق في إطار توجيه التلاميذ الرغبات نتاعهم كيفاش لأنه لكل طفل مشروع قد لا يفصح عنه لكن إمكاناته قدراته قد لا يفصح عنه ربما لسانا ولكن حالا لا بإمكاناته يفصح عنه أيوة فيه مؤشرات تظهر لدى الأطفال معليش خاصة تظهر أكثر في نهاية مرحلة المتوسط. نعم. في إطار التوجيه لما اليوم نوجهه مثلا يروح ملمح علوم تجريبية اليوم لكن بعد نهاية السنة وهذا المدى الشيء اللي تكلم عليه المنشور ممكن الأب يشوف في ابنه من خلال بطاقة الرغبات يقول له دير هذه يتشاوره ويقول له اكتب هذه درها الأولى المعدل نتاعه تسمح له باش يأخذ مقعد بيداغوجي في هذه الشعبة. نعم.
بعد نهاية سنة يخفق، يحس فيه باللي ما هوش راح ينجح، يجيب معدل ضعيف، وبالعكس خفق نقوله رايح يعيد السنة. في الحالة هذه المنشور تكلم على هذا، تكلم على الحالات اللي مثل هذه، أنه أولا نشوفه للمواد اللي تميز هذا الجذع المشترك، المواد الأساسية اللي تميزه يديروا لها المعدل انتها بيناتها، ويرتبوا التلاميذ وفقا للاستحقاق، يعني يرتبوهم الأعلى من الأعلى وينجيوا نازلين، حتى هذو اللي راح يعاودوا السنة ويشوفوا أمرهم من بعد به في التوجيه ما يغلطوش. إذا كان شافوا بأنه الملمح متاعه، وهذا طبعا طبقا لرغبات الأولياء، الأب هذا اللي وجه ابنه إلى العلوم التجريبية، بعد يقول له ولدي أنا يدير طلب التماس للإدارة، يقول له أنا حبيت نعاود له التوجيه درك ترجعه لي في جذع مشترك أداب. إذن في المنشور هذا شارح جدا، والكيفية أنه يكون المواد اللي تميز المميزة للجذع المشترك يكون لها معدل، ونفس الشيء المواد الجذع المشترك في نفس النتائج نتاع الطفل هذيك السنة. نعم. اللي راهو طالب باش يروح شعبة الأداب، إذا لقاو كما قلت برزت المؤشرات أنه يروح للأداب، المجلس الأساتذة يقترح، ومجلس القبول في النهاية يقر في الفصل الثالث بمحضر رسمي أنه هذا الطفل هذا التلميذ يعاد توجيهه من جديد إلى شعبة الأداب مثلا. نعم. منذ السنة الأولى، وهذا ما نحن نثمنوه، هذا المنشور هذا من الجم هذا نثمنوه. علاش؟ لأنه يعطي فرصة للتلاميذ يروحوا للشعب اللي يرغبوا فيها. احنا كاين صراع كبير وخلطة كبيرة في بداية كل سنة دراسية، الناس تطعن وتنتظر وتحوس، والطعن في السابق كان طعن يقول لك فقط في المعدل، إذا كان كاين خطأ في المعدل ترجع، إذا ما كانش لا. اليوم الحمد لله بهذا المنشور كاين نظرة استشرافية لهذا الجانب. نعم. في السنة الأولى ابتداء مستوى ثانوي، وفي السنة الثانية، وفي السنة الثالثة، سواء للي ينتقل ولا اللي يعيد السنة، باش يقدر يعيد التوجيه نتاعو بناء على النتائج نتاعو، طبعا بناء على النتائج اللي تحصل عليها، وهذا تكون فيها دراسة موضوعية حسب عدد المقاعد المتوفرة البيداغوجية في كل شعبة، وحسب الاستحقاق بمعنى ترتيب التلاميذ، ما هوش اللي عنده نفوذ غدوة ويأثر على الإدارة قال هذا والله عنده خيطي وسيصل للتوجيه المدرسي، ممكن بتدخلات يأخذ مقعد بيداغوجي في الجنب هذا. هذه نوع من التحسينات اللي تأهلنا به تلاميذ نتاعنا، ولكن يروحوا للملمح. الطرق هذه أستاذ ممكن تنجح مرة مرتين، ولكن لا تنجح في كل مرة، لأنه في النهاية مستقبل الطفل يحدده الملمح. تحدده الملمح، وهذا إحنا رانا يعني أشرنا إليه عدة مرات، لعدد المعيدين في السنة الأولى في السنة الأولى متوسط مرتفع جدا، عدد المعيدين في السنة الأولى من التعليم الثانوي معيد جدا، عدد المعيدين حتى في السنة الأولى جامعي لأن المنظومة التعليمية متكاملة مرتفع جدا، لأنه تلقاه يلقى صعوبات باش يتأقلم في الجامعة إلى آخره، تلقاه السنة الأولى نتاعو فيه صعوبات كبيرة. علاش؟ لأنه الغربال اللي تكلمنا عليه في البداية اللي هو التقويم التربوي والتقييم التربوي للطفل ولا التلميذ في المراحل المختلفة ما هوش صحيح، ما يعطي لناش الملمح الحقيقي، ما يعطي لناش الذهب الصافي، يعطي لنا ذهب مدغول، ما زال يحتاج إلى أنه يصهر تمحيص ويصهر جدا باش تلحق للحاجة الصافية. وهذا نعطيك مثال بسيط، احنا في الابتدائي في العام الماضي فيه كلام على أنه نحينا الدورة الاستدراكية في السنة السادسة، وهذا مليح غلقت علينا باب الغش، نحينا هذا العام، وهذا نثمنوه قرار من القرار الوزارة، وحنا ضابط طلبناه يعني منذ سنوات، أنهم نحاو احتساب النتائج المدرسية في الحركة النقلية بالنسبة للمدراء للإدارة بالخصوص النتائج المدرسية، لأنها كانت حجرة عثرة وكانت تخلي الناس تفكر باش تغش النتائج المدرسية وتنفخ في النتائج تاع التلاميذ باش هو يدي 100% نجاح به غدوة يدخل لوسط المدينة يشارك في الحركة يدي أحسن مدرسة إلى آخر. نعم. اليوم تنحات هذه باش هكذا نتحرروا، حررنا الأمر هذا، هذا ثاني قرار نثمنوه جدا أنه تنحات هذه النتائج. أيضا احنا ما زلنا رانا نطالبوا أنه نعود في الملمح متاع السنة الرابعة المتوسط، يكون ندخل شهادة التعليم المتوسط لازم ترجع على الأقل بمعاملين. نعم. بمعاملين بدل معامل واحد، اليوم فهي تتساوى مع النتائج المدرسية للسنة الدراسية، من السنة الدراسية كاملة نزيدوا لها النتائج نتاع كيما رانا نحسبوا في السنة كام. نعم. ونقسموا على اثنين، هذا ما تعطيناش الملمح المطلوب، يعني بعبارة أخرى عدد التلاميذ
اللي ممكن ينجحوا باستحقاق فعلا ما يعطيكش الملمح. هذا هو الملمح اللي خلينا النتائج اللي تخلينا نبحث على إعادة النظر في التقويم التربوي ونخليه أبنائنا التلاميذ في أريحية في إطار التوجيه المدرسي، هذا يحقق نجاح. بالنسبة لثقل المحفظة ربما أنا نشير لهذه فضل. بالنسبة لثقل المحفظة فيه نظرة استشرافية، هذا في إطار برنامج السيدة رئيس الجمهورية اللي علمنا عليه الوزير اللي هو ما يسمى ب اللوحة الذكية. احنا نشوف فيها باللي هذه ماهيش راح تنجح الآن. إمكانياتنا حتى من جنب السوق وجذبها حتى للسوق، عندنا 28,000 ما يزيد عن 28,000 مدرسة ابتدائية، تغطيتها صعبة. على هذا في العام الماضي وهذه السنة فيه فقط نماذج من المدارس، عدد قليل جدا كمدارس نموذجية وأقسام نموذجية في هذا الإطار. يا سيدي في إطار إلى غاية تحقيق هذا وتتعمم ثاني الإنترنت أكثر، يعني الشبكة نتاعها توصل للمدارس لكل المدارس، بقى يقدروا فعلا نوصلوا انه نستخدموا اللوحه الذكيه ونستخدموا الانترنت في المدارس ونستفادوا منها، وهذا ضروري كنظره استشرافيه مستقبليه. نرجع للكتاب الموحد، نحن اقترحنا انه يكون فيه كتاب موحد في الابتدائي بدل هذه الكتب الكثيره من الانشطه، يكون كتاب يشمل كل الانشطه موحد ونركز على الكفاءات الاساسيه اللي تاهلوا انه يقرا مليح ويكتب مليح ويحسب مليح، ونزيدوا لها حاجه جديده اللي هي الاعلام الالي. اليوم انه يتعلم الإعلام الآلي، واليوم الحمد لله التلاميذ نتاعنا الأطفال الصغار ممكن يحسنون حتى أكثر منا أبنائنا في هذا الجنب، هذا لأنهم كل جيل عنده مؤهلات تختلف عن الجيل اللي يجي بعده اللي يجي قبله، يعني عنده قدرات. قضية الإعلام الآلي الآن سؤال الذي كبير جدا، من أين نبدأ تعليم الإعلام الآلي هذا؟ هل مثلا اليوم طفل تتعلمه الفأرة الشاشة أو اللوحة هو يعرفها بالممارسة، تجاوزها هذه الحكاية هذه أستاذ؟ ليس كلهم، هذه صحيح كلامك صحيح، لكن لما نتكلم الإعلام الآلي نتكلم على التقنيات، نتكلم على كيفاش أنه غدوة كي يدخل يحكم قدامه الحاسوب يحوس يبحث على حاجة يتعلم كيفاش يبحث عليها كيفاش يسجلها. نعم، في هذا الصين وما نعم هما يتكفلوا بها، لكن هي أيضا حاجة ضرورية. اللغات إلى جنب اللغة العربية واللي هي لغة أساسية تاعو ولا رقم واحد، اللغات الأجنبية اللي باش يتأهل معها نخلو له الفرصة أنه يذهب في هذا الجنب هذا، لأنه اليوم لغة العلم اللي راهي موجودة المراجع يعني هيمنت على المراجع العلمية هي اللغة الإنجليزية. الحب ولا نكره، هذا هو التوجه، والتوجه هذا أنا قلت فيه إشارات كبيرة من باللي ممكن تكون، هذا السيد اللي قاله السيد الوزير في الخرجة الأخيرة في قسنطينة أنه ممكن يكون فيه ذهاب إلى هذا الأمر هذا، رغم أنه إلى حد الآن في تقديرنا احنا ما زلت فيه نوع من الضبابية كيفاش نبدا كيفاش تكون كذا. الشراكة الاجتماعية اللي بيننا وبينها كنقابة وبين جمعية أولياء التلاميذ وايضا بالنسبة للأساتذة والناس نتاع القواعد، يجب هذه الإصلاحات باش تنجح لازم إشراك. وكل ما تشرك في حاجة وكل ما تمارس ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، كل ما تحقق الناس كل تولي معنية وتهز معك الحمل، تهز معك الحمل وتتفاعل معك إيجابيا، ونحقق إن شاء الله الأهداف الكبرى للمدرسة، وعلى الأقل نحقق نرجع الأمور إلى سكتها الحقيقية. نعم. اللي تأهلنا إن شاء الله باش نوصل الأهداف الكبرى نتاع المدرسة. أشكرك أستاذ صادق زيري، أنت رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الحديث معك شيق، الحديث على المدرسة والمنظومة التربوية واسع جدا، يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى نقاش هادئ غير مؤدلج. صحيح. واللي عنده إيديولوجية من حقه يكون عنده إيديولوجية، ولكن لا يفرضها على المدرسة، فقط بقاو في إطار تكون مدرسة وطنية. يعني أشكرك مجددا. الشكر كل الشكر لكم على تحت هذه الفرصة. إذن مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.